بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا اختبار أو محافظة الجيزة بالنسبة لكتاب المعاصر. ولكن دايما مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Number one معنا nurses look after the patients after operations. الممرضات بتعتني بالمرضى بعد العمليات. The synonyms المرادف of the phrasal verb من الفعل look after are. طبعا هنا المرادف look after يعتني به، follow يتابع، nurse يعني يرعى أو يمرض، طبعا هنا nurse، care for يعني يعتني به، find out يعني يجد، obey يطيع، طبعا هنا nurse أو care for. He is admired يعني هو معجب به، because أو معجب به أو الناس معجبة به، يعني he is generous هو كريم. Generous is antonyms or an antonym for space. طبعا مضاد generous كريم. Selfish أناني، طبعا selfish. Unique فريد من نوعه. Isolated معزول. Mean بخيل، طبعا هنا مين يعني بخيل. عندنا choose the correct answer from A, B, C or D. إجابة واحدة فقط. Don't go near the cliff. لا تقترب من المنحدر. Edge أو حافة المنحدر. It isn't a space you may fall over. ممكن تسقط the cliff. طبعا هنا it isn't a safe يعني ليس آمن. Fingerprints يعني أصابع أو بصمة الأصابع. Are space to every person. بتكون طبعا مختلفة أو فريدة لكل شخص. No people are similar يعني الناس لا تتشابه. To each other لبعضها. Terrible فظيع. Rare نادر يعني حاجة موجودة بس نادرة. Scarce شحيح. Unique فريد، طبعا هنا unique يعني فريد أو منها حاجة واحدة فقط. He was space out of the bridge rail. طبعا على بريدج ريل للقضبان الكوبري. watching the boats يشاهد القوارب. go by وهي تسير. developing يطور. swelling يتورم. leaning طبعا هنا leaning out of يعني يميل أو يتكئ على. طبعا diving الغطس. try not to eat too much يعني try حاول ان انت ما تاكلش الكثير من ايه food. it's very tasty هو مذاقه حلو جدا. but can cause ولكنه بيسبب you to feel uncomfortable يعني غير مرتاح. spicy طبعا spicy يعني ايه يعني متبل. healthy صحي. flavorless يعني بلا نكهة. cool جذاب. the police found a vital space to the girl's disappearance in an area near her home. طبعا الشرطة وجدت ايه فعال بالنسبة لاختفاء البنت. طبعا كلو يعني حل او مفتاح حل اللغز. لكن سيكريت سير كرو طاقم سفينة او طائرة. جلو سما. she last played a tennis match she was 10. طبعا هنا last وماضي بسيط يبقى هنا when she was عندما كانت. This picture هذه صورة space in the 19th century في القرن التسعتاشر إنه سنة ماضية يبقى ماضي بسيط. وماضي بسيط painted ولا was painted. طبعا هنا was painted يعني تم طلعها. Speed the accident I found the police at once لما طبعا رأى الحادث. after بعد I see ولا before طبعا منفعش بط. after I see مفروض after I saw بعد ما رأيت. before قبل ما يرى الحادث خطأ. before seeing قبل رؤيته خطأ أيضا. when I saw طبعا هنا when I saw عندما رأيت الحادث. I found the police at once. we should protect the space so that we can live in a clean world. طبعا we should protect the environment يعني يجب ان احنا نحمي البيئة لكي نعيش في عالم نظيف. the number of views space increasing daily. the number of views طبعا the number of يبقى بيجي بعد منها فعل مفرد لكن
a number of فعل جمع. The number of views طبعا هنا is increasing daily يعني بتتزايد يوميا. My son's birthday يعني عيد ميلاد ابني is based next Sunday الأسبوع القادم. Is going next يعني هيكون الأسبوع أو سيحدث. ولا is being طبعا مينفعش is being إلا في الجملة الباسيف. Will have been طبعا جملة مضارع تام. Will have been next Sunday ولا will be سوف يكون الأسبوع القادم. طبعا هنا my son's birthday طبعا هنا will be سوف يكون الأسبوع القادم. Will be على إنه فاكتو. نهى suggested نهى اقترحت ذات أسماء is be the film. طبعا هنا suggested وراها فاعل أو ذات فاعل يبقى الانفينيتيف فقط. Watch the film. صلاح is a brilliant footballer يعني صلاح ده لاعب ساطع أو لامع. Who is considered يعتبر as best to every youth in Egypt. طبعا هنا role model يعني مثل أعلى أو قدوة أو مثل أعلى. There are many space animals in the world which we need to save. طبعا there are many endangered يعني حيوانات مهددة بالانقراض يجب ان احنا نحافظ عليها. بالنسبة عندنا لل passage read the following passage then choose the correct answer. Octopuses are extremely intelligent يعني الاخطبوط ده يعني ذكي جدا. They have even learned a few tricks to get them out of sticky situations. يتعلم خدعة قليلة كده عشان يخرج من مواقف sticky يعني عالقة. For example they are afraid of a predator يعني بيخشى الصياد. And the octopuses don't have teeth ليس له أسنان. Or sharp claws ولا مخالب حادة. To defend themselves يدافعوا عن نفسهم. They hide in the sand بيختبئوا في الرمال. On the bottom of the ocean floor في قاع البحر أو المحيط. The octopus is like a chameleon يعني هو مثل الحرباء. Because it can change the color of its skin بتغير لون جلدها. To match the sand عشان تماشى مع الرمال. Some octopuses like to stay in more shallow water where there are rocks and coral يعني بيختبئوا shallow water في المياه الضاحلة. Where there are rocks يوجد فيها صخور and coral شعاب مرجانية. However octopuses can squeeze themselves into small spaces between the rocks to get out of reach of reach predators. طبعا بتضغط نفسها كده أو تحصر نفسها و into small spaces في الأماكن الصغيرة between the rocks to get out of طبعا لتهرب من ال predators اللي هم الصياد أو المصيد. Another way an octopus can use to hide is to is by shutting in بإطلاق طبعا حبر كده يعني تطلق حبر. An octopus uses a part of its body بتستخدم جزء من جسمها called a siphon to shoot ink لتطلق حبر into the water. The ink forms a cloud الحبر ده أو المادة السائلة دي بتشكل سحابة that hides the octopus بتخفي الأخطبوط. It's like a magician doing a vanishing act مثل الساحر وبيؤدي دو اللي هو الإخفاء. If an octopus is attacked لو الأخطبوط تم هجومه it can actually make itself look like a venomous sea snake كثعبان بحري. It will very be يدفن itself in the sand يدفن في الرمال. Keeping two arms visible ويترك ذراعين فقط مرئيين. If an octopus is in trouble لما يكون في ورطة it can break off one of its arms يعني بيفصل واحد من أذرعه. The arm will then change colors الذراع ده بيغير لونه. And squirm around the water to distract the predator طبعا هنا
بيلتف في المياه to distract يشتت the predators اللي هو انتباه الفريسة while the octopus swims away والاخطبوط بيسبح بعيدا to safety للأمان. Amazingly the octopus's arm will grow back وللدهشة الذراع المفقودة طبعا أو اللي افتقدها بتنمو مرة أخرى. A species is an animal that attacks and kills octopus. الحيوان اللي بيهاجم وبيقتله طبعا predator هو الفريسة. When an octopus is in a sticky situation يكون في موقف عالق that means it's in danger يعني بيكون في خطر. The synonym of the word intelligent, intelligent ذكي بتساويها smart. The octopus and the chameleon are similar as they both طبعا الاخطبوط والحرباء بيتشابهوا لأنهم swim in the same way يسبحوا مثلهم. Eat the same food يأكلوا نفس الطعام. Catch small fish يصطادوا نفس السمك صغير. Can it change their skin color طبعا بيغيروا لون بشرتهم. The best title for this passage is أفضل عنوان The Magician Octopuses اللي هو الأكتوبوس الساحر. The Sea World and the Predator عالم البحار والفرائس. The Seabed طبقة أو سطح الأرض. The Sea Ink حبر طبعا هنا. The Magician Octopuses يعني بتكلم عن الأكتوبوس أو الأخطبوط الساحر. The octopus can shot ink into the water which kills the attackers يقتل المهاجم helps it hide from the attackers يختبئ pollutes the water يلوث الماء attracts prey يجذب الفريسة طبعا هنا helps it hide from attackers يعني يختبئ من الاتاكرز المهاجمين. Octopuses don't have teeth or sharp claws to defend themselves يعني الأخطبوط لا يمتلك أسنان ولا مخالب حادة. So they are eating easily تأكل بسهولة. However ومع ذلك they have other ways to keep enemies away لا طرق أخرى لتبعد عنها الأعداء. بالنسبة لأسئلة choices أو choose للtranslation Modern devices have no longer been a luxury but it has become a must for every house. لم تعد الأجهزة الحديثة متعة بل هي إضافة لكل بيت. لم تعد المعدات الحديثة طرفا طبعا هي طرف luxury بل هي ضرورة لكل بيت. لم تعد الأجهزة التقليدية طبعا هي modern الحديثة. لم تعد الأجهزة الحديثة طرفا بل هي ضرورة لكل بيت طبعا هنا طرفا طبعا هنا متعة هي لوكسر يعني طرف. لم تعد المعدات طبعا هنا devices أجهزة وطبعا الكوركشن عندنا letter A letter D. بالنسبة لي choose the correct English translation إن التعاون والتسامح بين الأفراد والشعب من الأمور الضرورية فكل منا يحتاج للآخر وكل منا أيضا مختلف عن الآخر. Cooperation and tolerance between individuals and peoples are absolutely necessary. Each of us needs the other and each of us is also different from the other. Cooperation and tolerance between individuals and peoples are absolutely necessary. Each of us needs the other and each of us is also different from the other. طبعا هنا cooperation هي cooperation التعاون فدي خطأ. Cooperation and tolerance between individuals and people is absolutely necessary. Each of us needs the other and each of us is also different from the other. Cooperation and tolerance between singles طبعا و individuals أفراد
طبعا هنا letter B cooperation and tolerance between individuals and people is طبعا هنا are absolutely طبعا هنا cooperation and tolerance لأنهم جمع مفروض تاخد are فطبعا هنا is خطأ يبقى احنا عندنا ال correction letter B. Write an essay of about 150 words on the following topic and موضوع the last World Cup held in 2022 طبعا كأس العالم الأخير وقيمة في 2022 ممكن نتكلم عن الرياضة أو الفوتبول كرة القدم ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم وانتظرونا مع حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.